رح يكون اليوم مجموعة من أصحاب مؤسسات البقاع الغربي ورشية وجزين طلعت الصرخة من حوالي فترة طويلة، من حوالي أسبوعين عملنا وقفة بالبقاع الغربي حول موضوع الكهرباء والتعرفة الزايدة اللي شافتها المؤسسات أنه غير عادلة. اليوم زرنا دولة الرئيس لحتى نوصل هالرسالة أنه مؤسسات اللبنانية غير قادرة على الاستمرار في ظل زيادة هاي التعرفة. السنة الماضية بحوالي بشهر الخامس قامت وزارة الطاقة بخطة لزيادة التعرفة ومنها إجراءات معينة وما تم الالتزام بهاي الخطة، وأيضا صندوق النقد الدولي حكي بهالموضوع أنه زيادة التعرفة من دون زيادة التغذية غير مجدي. ونحن بنعرف أنه لحتى نخفف الأعباء ونخفف التكلفة على الكل لازم يصير في زيادة للتغذية. نحن مش بس عم نحكي عن تغذية الكهرباء، نحكي عن التكلفة أيضا يلي أصحاب المؤسسات غير قادرين على الاستمرار في ظل يعني لاحظوا زيادة 10 مرات أضعاف وأضعاف عن ما كانت عليه. هاي مؤسسات صغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، هاي المؤسسات يلي اليوم عم تستورد وتصدر وعم تصنع المنتجات اللبنانية بيزيدوا قيمة مضافة على هالمنتجات هاي، والقيمة المضافة جزء منها يد عاملة جزء منها كهرباء. وقت الكهرباء بتصير سعرها أضعاف مضاعفة ما بيعودوا بيقدروا، بتكون عم تشجع الاقتصاد الغير شرعي، بنكون عم نشجع التهريب عبر الحدود السيبي. فبالتالي اليوم وصلنا رسالة لدولة الرئيس، الصناعيين والمؤسسات بالبقاع الغربية اللي هي ركيزة أساسية ووتد للبقاء للناس بأرضها اليوم عم تتهدد. جينا نوصل هاي الصوت لدولة الرئيس، وعدنا انه بده يحكي مع وزير الطاقة، بده يحكي مع ايضا مع اللجنة المسؤولة وايضا مع مؤسسة كهرباء لبنان على امل انه يعطوا نظرة لهالمؤسسات هاي اللي ما زالت صامدة وعم تجاهد لتبقى ببلدها. عندنا مؤسسات عمرها عشرات السنين بالبقاع الغربي برشية وحتى البعض من جزين. شكرا لكم.